بلاد فيها دستور واش تحطوا لنا اصنام نبقاو نعبدوهم ولا كيفاش؟ ما تهضرش ما تهضرش بحال دابا نقولوا سي انا مخاطب الاصنام يعني تتهضر مع المسؤولين وكان تيقول المحداوي تيقول لك فينا هي الفضيحه ديال المسؤول في جهه مسؤول كذا اين هو الدستور اين هو القانون وكان تيفضح تيفضح تيقوم بعمل رائع كصحفي تيفضح هاد الممارسات يعني الخارجه على القانون ولكن تما اعتقالو تما يعقلوا عليه ولا كيفاش تما وراه قال عاش الملك يعني انا بغيت نعرف الا كان هاد الملك تيحكم واش ما كاينش شي مخبر ولا شي يقول لي راه المهداوي كان تيقول عاش الملك ولكن راه حكموا عليه وادي وادي واش ما شفاتش لي هذيك زعما هذيك ما شفاتش لي حتى ديك عاش الملك ما شفاتش لي دابا يقول لي من يحكم بغينا نعرفو حنا كشباب راه واعيين ماشي تهضر مع الخشبيج هنا تهضر مع بنادم عارف الواقع تيشوفو كارو ما شفاتش المداوي ديك عاش الملك والله ما شفات لي ولا شافو فيه دازو عليه كما يعني تدوز شي طوموبيل على شي واحد في لوطوروط ولا شي لعبه دازو عليه دوزه خايبه شردوا الاسره ديالو الزوج ديالو تتبكي الاب ديالو مريض الام ديالو مسكينه مريضه عذبوه كرفصوه بل هناك كان يعني تحرش جنسي به كاع هذه دوله هذه تقول لي نحترمهم اين التطبيق القانوني يا ولاد القاف بغيتوني نكون انسان محترم وبغيتوني نكون معكم انسان يعني نشوف ونغمض عيني واش بغيتو مواطن من هاد النوع هذا راه حنا ما عمرنا نكونوا هكاك نقولها لكم ما عمر تحلم اننا كشباب اليوم غادي نسكتوا ولا ما خرجناش اليوم راه غادي نخرجوا غدا وغنبقاو على داك الضغط 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 لان فيزيائيا الضغط يولد انفجار وراه ما تزقلكمش المقاطعه راه غير واحد الموجه صغيره من داكشي اللي جاي مقاطعه موجه صغيره اما القادم غادي يكون كبير دابا كما ارى انا انه يعني حان وقت الثوره حان وقت الثوره لاسقاط نظام المخابرات ديال هاد الملك ورباعته ويحيى الشعب ويحيى الجيش المغربي لانني عارف ان الجيش الجيش والشعب تعيشوا نفس المشاكل نفس الهموم تعيشوا نفس يعني الظروف فهمتيني الاجتماعيه والماديه وكل شيء يعني تنتشاركوا الهموم كامله يعني خصنا نديروا يد في يد وبالنسبه فاش نهضر على البوليس ولا تنهضر تنهضرش على كامل البوليس انا عارف كاين بوليس تما تا هو تيتسنى فوقاش شي واحد يهضر فوقاش تنوض باش يقول لي في قلبه ويبرد على قلبه لانهم قامعين وحاطينه فواحد بوزيسيون حاضي شي حاضي حاطو مخزن وحاضين يعني ما عنده كيدير يا اما الهضره تغتال في البلاصه ملندنا كاملين يد وحده راه نغيروا الواقع ديالنا الشباب انا تندوي معكم ماشي حيت باغي فيتنا ولا باغي كما هما يجيو يوصلوا نقول لكم هادي اخوتي ونقول لكم بالدارجه وبالتام غرابيت وبالترجليت انا نبغي حتى انا نمشي نجلس في قهوه مع ولاد الدرب ولا مع ولاد الحومه ولا مع صحابي هادي وي نجلسوا كلشي عنده فلوس باش يخلص قهوه كلشي لابس مزيان كلشي ونجيو كل الموضوع ديالنا عرفتي شنو هو يكون كون يجي يقول لك مشيش الحكومه اش دارت لنا واخا لا ما عرفت شنو دارنا خلصه دابا صافي خلصه راه الشهر تيخلصونا دابا ولينا باخر ماشي السبيطار اللي داروه في الرباط وفي كازا وفي طنجة وفي سميتو واه مبقاش داكشي عندنا ولا تدخل بالنوبة وداكشي بالأرقام ومقاد داكشي والدكتور تعاملك معاملة مزيانة وممرضات تعاملك شي الإدارات كيولاو واه ما شفتش فين نجي أنا من الغربة نبقى نسمع بحال هكا ولكن لا ولا أبسط حاجة عندنا رديتو الشباب يا ولاد الكلاب ابسط حاجه ولات عند الشاب مسكين تيتزاد في ديك البلاد الحلم ديالو الحلم ديالو كاع لا طار يبغي يخرج منها اللهم خرجنا منها وين عدنا فانا ظالمون هذا الشيء هو ولا الشعار ديال المغرب ولا الشعار ديال الشباب المغربي انه
المغرب أصبح يعني دولة أصبح يشبه بعذاب القبر. شوف فين وصلنا، راه بزاف هادشي راه تيقطع في القلب وتيمرض فاش تشوف بلاد، فاش تشوف أن الناس ديال بلادك تعيشو هادشي. هذا هو الواقع ديالنا، ما هذا هو الواقع اللي تنعيشو فيه. ولا ما درناش حنا يدينا في يدين بعض راه ما يمكنش نغيروا هادشي. راه نقسم لكم يمينا خوتي وايدي، الى هذا النظام هذا اش نقول لكم، راه في اول خروج شعبي غالبيه ديال الناس اللي دارين بالملك غادي يهربوا للخارج. اول خروج شعبي الجيش راه ما يتدخلش. انا اعلم ان في الجيش هناك رجال، تهضرش على لي جينيرو ديالو، تنهضر على ولاد الشعب راه معروفين. يعني واش نبقاو نكذبوا على بعضنا؟ صافي راه خصنا شي نهار سميتو نهار سميتو نديرو يد في بعضياتنا، نهار غادي نديرو يدين في بعضياتنا يد في يد ونصحو هاد الغلط ديال ان الحقد ديالنا والكراهيه ديالنا اللي خشاوها داخل المجتمع اننا نصبوها في الاتجاه الصحيح اللي هو اتجاه يعني هاد الفساد وهاد الناس هادو اللي بداو بواحد يعني بواحد دار واحد الخطه جهنميه، وهي شنو؟ انهم يحق يديروا الحقد ما بين ولاد الشعب، شي حقد على شي باش هما يخوا لهم التيران ويديروا اللي بغاو، فهمتيني؟ تلقى فلان حقد على فلان وهما بجوجهم مقموعين، انا تنهضر على الشعب، تلقى هذا حقد على هذا وبجوجهم تعيشوا نفس الظروف، بجوجهم شافرين لهم التروة واخدين لهم الحقوق ديالهم وضاربينهم في الكرامة ديالهم، فهمتيني؟ بجوجهم إلا مشاو للإدارة تيتمرضوا، بجوجهم تيمرضوهم وتيمرمدوهم في الأرض، باش تحس تيخليهم، خص ديما تحس أنت بأنك محتاج ليهم، ما محتاجكش الدولة، بحال ديما هادي هي السياسة ديالهم، يقولك أنت ما محتاجكش الدولة، فهمتيني؟ أنت محتاج الدولة. لا سي بلا ما دبل وتربح تما، راه ما خداماش هادشي، راه العينين تحلوا حمادي، انتوما اللي محتاجيننا ماشي حنا اللي محتاجينكم. انا ما راه يكون عندي واحد خدام عندي، راه الا انكم نتوما خدامين عند الشعب وما تيديرش خدمته وتيشفر من لاكيس ولا تيدير شي حاجه راه نطري عليه لانه خساره، راك غادي في خسران حمادي. هادشي اللي كاين، وهاد الميتافور هادي يعني التعبير المجازي ولا الفرادية راه يمكن تنطبق على المجتمع ديالنا. راه هاد الناس هادو ما محتاجينش ليهم هنا، راه ما يمكنش نحتاجهم وحدين تياكلوا فلوسنا، فهمتيني؟ الا تتمرمد في السبيطار وما تشوفش الخدمات في المستوى وتتقمع، فلان كاين واحد الشخص واكل لك رزقك، صافي راه نقول لك تو سامبلوم يعني بكل بساطه. نحن لسنا بحاجة لهاد الناس هادو اخوتي، لسنا بحاجة لهم، بل في حاجة الى التضامن والتآزر والحب، نحبو بعضياتنا ونوجهو السهام ديال الحقد والكراهية في اتجاه هاد النظام الفاسد باش نتحرو كاملين. وشتي فاش نكونو تنفكرو كاملين في المصلحة العامة؟ شنو هي المصلحة العامة؟ هي اني تنفكر فيك وتفكر فيا ونفكر في ولدك وتفكر في ولدي وتنفكرو في المجتمع ككل، فهمتيني؟ بغض النظر عن العرقيات والتخربيق والتخربيق، فهمتي؟ حنا المغاربه يمكن لينا نتفاهم، غير ما يدخلش البراني بيننا، يمكن لينا نتفاهم، لاننا مضرورين كاملين، والضرر اللي مضرورين به هو نفس الضرر، الضرر اللي تضرك انت هو اللي تضرني انا. راه ما يمكنش نبقاو غاديين في واحد السيستيم تيقولك انتخابات و تجنيد والوطنية والدستور والقانون ودولة الحق والقانون، ولكن هادشي هذا تتشوفوه في التلفاز،
في الواقع حاجه اخرى. واش بغاونا نبقاو غادي معاهم حنا في هذا الانفصام، في هذه السكيزوفرينيا عايشين معاهم؟ اي واحد ولد الشعب تيشد شي بوزيسيون باش انه غادي يغير، يعني يبغي يغير ولا شي حاجه، يتم قمعه. ناخذ مثال من الجيش مثلا باش اننا نربطوا هذا الرابط ما بيننا وبين الجيش، لان بحاجه الى الجيش. لو بغينا التغيير تنحتاجوا الجيش يكون بجانبنا باش يدافع علينا، لان اش نقول لك هاد الناس هادو راه فاتوا اش نقول لك الربوبيه اللي ما عرفتش، هادو اللي شادين هاد البلاد واللي شفرام يدين المان. كان هناك ضابط اللي تسمى به مصطفى اديب، هاد مصطفى اديب كتب رساله للملك، ضابط في المستوى، انسان رائع، انسان يحارب الفساد، كتب للملك واحد البريه، كتب ليه قال ليه سيدنا وهادي وهادي وهادي، وكتبها ليه باللغه يعني جميله، قال ليه راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين الفساد في المؤسسه العسكريه، وكاين هادي وهادي وهادي وهادي، وبلاص باش انه يكرموا هاد الملك ويوشعوا كاع، فهمتي؟ لو كان ملك يعني ملك المغاربه وملك يعني يحارب الفساد، شنو دار؟ ربما يكون قطعها، ولكن في سميتو ضربوه بعامين ديال الحبس هذاك الضابط اللي كتب على الفساد، يعني انقلاب موازين. هذا داخل المؤسسه العسكريه، علاه تنقول لك انا في داخل المؤسسه العسكريه هناك يعني مئات الالاف، بل مئات الالاف من الجنود والضباط، ضباط الصف والضباط بمختلف يعني الرواتب ديالهم ولا التراتبيه ديالهم في العسكر، كلهم ضروري بحالهم بحال الشام، تيتسناو غير فوق حتى شي تغيير الواقع ديالهم، كما انك تنتظر انت ايها اخي المدني ان يتغير يعني الواقع ديالك. هذا كمثال داخل. اما في المدنية راه عندنا قاضي قنديل كخير مثال، يعني قاضي قنديل ما بغاش يمارس القضاء، ما بغاش يدخل معاهم في داكشي ديال الرشوه وحكم على عباد الله، لان عندي ضمير انساني ما سمحش ليه، ما بغاش يظلم عباد الله، واتهموه بانه حمق وحالو الى مستشفى الامراض العقليه. هو دابا هادو نقول لكم هذا راه خصو، هذا راه بطل قومي بالنسبه لي انا، كون كنت وزير التربيه الوطنيه نقري القصه ديالو، نقريها للتلاميذ المغاربه باش يعرفوا شكون هما يعني اللي خصهم يكونوا القدوه ديالو في المستقبل. ولكن لا، غادي يحطوا لنا الخونه ويحطوا لنا في الكتب ويزوروا لنا التاريخ وهادي وهادي وهادي، ويقول لك هذا كان وطني، وكاع هادوك اللي كاتبين لك كانوا وطنيين في ديك الكتوبه ديال التاريخ راه كلهم خونه، ما كاينش شي واحد. حاجه واحده اللي تتقرا في ديك التاريخ ديالهم ديال الثوره الفرنسيه هي الوحيده اللي فيها شويه ديال الحقائق، ما قدوش يكذبوا على فرنسا شتيهم، ولكن التاريخ ديالنا زوروه. هذا هذا الملك جاب يستقوى بالخارج وقمع يعني المختطفين ديال الريف ب 20 سنه و 308 سنه، فرق عليهم استقواء بالخارج، انني هزمتكم بالخارج رغم المسيرات ديالكم في الخارج، رغم انكم بغيتوا تشوهوا الدوله ديالي اللي كاتبه لي باب سميتي، ولكن هزمتكم شر هزيمه، سيروا دابا نفرقكم على السجون، نعذبكم ونعذب حتى العائلات ديالكم، ونعذب اي واحد يتضامن معكم، ونفي اي واحد يتضامن معكم. هذا ما يقوله لسان حال الملك. يعني ما اشبه تاريخ الامس باليوم، نهار ثاروا المغاربه في 1912 جا داك خو حفيظ ولا جدو ولا ما دخل الاستعمار، باش دخل؟ قال لك قانون الحمايه، ولا الحمايه قال هو الاستعمار، قال لهم حمايه، بغى يضحك على الاميين المغاربه، ضحك على المغاربه، وكل المغاربه ما تعقوش فيه. الامازيغ حرس ما يويس الفرنسيس، يعني ولد فرنسا سموه، اما هذا تيقولوا ليه الامازيغ عندنا السادس، يعني السادس زير شي شويه، فهمتيني؟ تيقولوا على داك السراح اللي تيسرح، يعني ما اشبه لي هذا تيستقوى بالخارج والاخر دخل الخارج، ما الفرق بيناتهم؟ وهذاك دابا تاريخيا عند المغاربه خائن
بالتاريخ وبالكتوبة وبكل شيء. وهذا شنو نسميه؟ أنا لا أريد اتهام أحد ولا أي حاجة، لكن الحقائق واضحة. أي واحد زعما قال لي كذبتي عليا، أجي تدافع على راسك في شي محكمة، فهمتيني، نتخاطر معاك، تجي معايا لأي محكمة كيف ما كانت، any fucking court you are not gonna win. اوكي، you're not gonna win 100%. I can confirm that. المهم، تحياتي اخوتي، بغينا من 21 ابريل تكون ثورة شبابية ضد النظام الفاسد اللي باغي يغير لنا، يعني اللي باغي يغير لنا يعني الطبيعة ديالنا كمغاربة. حنا ماشي مع الفساد، حنا ماشي انتهازيين، حنا ناس مزيانين. هو كيخصنا نتعلمو، نعاودو نتعلمو داكشي، نعاودو نشوفو شي قدوة في حياتنا اللي غادي تخرجنا، شي منتور يعتقنا يقول لينا هاد الطريق، وها كيفاش تبني واحد الشخصية زوينة، ها كيفاش تكون انسان مزيان. خصنا، ماشي دولة تزيد تكفسها ويجي في الاخر يقول لك راه الشعب، وهما تيديروا جميع الوسائل، تيديروا الجهد ديالهم كامل باش انهم يفشلوا هذا الشعب، يديروا له العصيره في الرويضه. قد تبغي دير اي واحد جا من الخارج تبغي يدير اي شركه تما هي الاخرى، ويعاون ولاد الشعب ولا يبني مدرسه فابور، ما تيخليش المخزن، خص ضروري يدخل فيها جلاله الملك. الملك تجيب رئيس حكومه دابا ما عمر يدير شي حاجه، ليه؟ سبب ما خص تكون الشعبيه ديالو اكثر من ديال الملك. خص اي حاجه مزيانه تنسب للملك، واي حاجه خايبه نسبوها للحكومه، والحكومه اللي ما تتحكمش. دابا تصوروا معايا، خصنا شنو خاصنا باش نفهموا هادشي؟ يعني واش خصنا يكون عندنا واحد الذكاء، يعني او ان خصنا نشوفوا في الامور ونواجهوا الحقيقه ونقول كلمه الحق؟ هذا ما يهمنا، هادشي هو اللي خص يكون عندنا. خصكو عندنا إرادة أول حاجة، خصنا نرتبو هاد الحقائق ونشوفوها ونقولو هذا هو الحقيقة ديالنا، فهمتي؟ ما يمكنش تغير في بلاد عندك ملك بغا يولي هو إله، ولا ما عرفتش شنو، حتى الإله مات تيقولك من شاء فاليوم من شاء فليكفر، وهذا خص قالك ها شوف قيل شاء ما شاء غار. خصك تأمن بي أنا كملك، كأحسن ملك في العالم، قول عام زين وعيش مزيان، كل خبز وسكت، فهمتي؟ راه كاينين الأعداء يتربصون بينا، وما بغيت نعرف أنا هاد الأعداء الذين يتربصون بينا، والله ما عرفت. وأعطي بنادم حقوق حمينا حمادي، عطي بنادم حقوق، اش من بدا تقول لي يتربصون؟ انت قمع ديال مول بشار، وبشار يبقى يعيش في الطوارو ديال الزبل ويموت قدام السبيطارات، وهادي يجي يقول لي انت يتربصون؟ ما تيتربص بينا حتى شي حدا، ما كاينش اللي تيتربص بينا، هما المخابرات ديالك، هما اللي يتربصون بينا. فيما مشينا 2013 سيفطوا لي ضابط مخابراتي، لان انا في الشمال ديال اوروبا، فاش تكون حر وتتهضر وهادي وهادي، وخصوصا مع كنت انا السن ديالي صغير، كنت جيت هنا صغير، ما تيبغيوش عندهم. ما خصش شي واحد صغير يكون تيهضر ويكون تيعبر ويكون تيدوي على الفساد ويكون حر في هاد البلاد، عندهم مشكل هما، فهمتيني؟ ولا بقاو كيديروا يدوزوا لك، ولكن انا انتظركم، سدينا هاد القناة بالتهديدات ديالكم وبالتخربيق ديالكم، ولكن نرجعو عاوتاني ندافعو على الحقوق ديال الشعب هذا. كما سديتو لنا الصفحة، هو هاد اليوتيوب هذا، نشوفو واش تقدو تسدوه تاهو. المهم، تحياتي الخوت، 21 ابريل قولوا للشباب ديالكم، وبارطاجيو هاد الفيديو مع خوتكم مغاربة والاحرار اللي تيحبوا الوطن، باش اننا نسقطوا النظام المخابراتي ديال محمد السادس، باش ينتهى هاد الالم، باش ان يكون عندنا وطن نسميه وطن، باش يكون عندنا، باش نرتاحوا من الهموم والمشاكل، باش تولي تهضر في حالي، فهمتي؟ وما تكونش خايف انك تنتقد هذا ولا هذا ولا هذا، ما كاينش اللي يتاله عليك، انت
تتبقاو كاملين سواسيه امام القانون، تبقاو بشر، ما كاينش اللي تيتقلع على هذا ولا هذا تيتقلع على هذا، فهمتي؟ تحياتي وشكرا، وفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون في هذه القناه هذه، بارطاجيو وش يعني، ولا كنتو ديروا سبسكرايب يعني مزيان، انا ما بغيربح لا فلوس لا والو، ولكن هي سبسكرايب باش ان القناه تكبر ونوليو ندير فيديوهات في المستوى، علاش لا؟ بالعكس انا راه تندير موشن جرافيك وتندير الانيميشن، تندير 3 دي جيمز المهم، وتندير 3 دي مودلينغ المهم، عندي هادشي كامل، و تندير الويب داتا باز وهادشي هذا يعني الكود هادشي. المهم تحياتي وشكرا، تنحبكم كاملين.